اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره محمد جمال ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كل زي الفل الحمد لله احمد مجدي ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن اخبارك كل سنه وانتم طيبين وانتم رمضان كريم عليكم وعلى كل الامه الاسلاميه بإذن ربو. الله يا رب. وكل ام برده كل سنه وهي طيبه ودايما بخير محمد خليني ابدا معاك الاول ب ابدا معاك برد رابطه الانديه هل في رد حتى الان لا يوجد ما اعرفش ما فيش حاجه رسمي حتى الان ظهرت في الاعلام بص يا كابتن انا اتواصل اه لا انا اتواصلت اكيد و فيما يخص موضوع الاهلي يعني اكيد طبعا تاجيل مباراه المصري في كاس الرابطه انا تواصلت و... وتاكدت طبعا ان مفيش تاجيل يعني اتاكدت طبعا من مسؤولين فرقه ده, 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 ده اقرب ولكن رسميا هما اتقال لنا يعني انه اتبعت خطاب للنادي الاهلي ولكن okay. لحد دلوقتي انا ما شفتش خطاب ولكن انا اتاكدت من المسؤولين مفيش تاجيل لمباراه النادي الاهلي والمصري في كاس الرابطه ويمكن برضو انا عايز اقول حاجه في النقطه دي قبل ما اقول رايي فيها ان لائحه كاس الرابطه ما فيهاش عقوبات كبيره او فيها عقوبات تخص اي فريق مش حابب ان هو يشارك فيه <applause> مفيهاش في بالظبط ما فيهاش عقوبات لأن في ناس بتتكلم ان فيها عقوبات وفيها حاجات لا ما فيهاش عقوبات خالص وهي اللائحه جوه لائحه رابطه الانديه للموسم ككل يعني مفيش لائحه برضه منفصله لبطوله كاس الرابطه ده ينفع بص يا كابتن انا بشوف دايما ان اي بطوله لابد ان يكون لها لائحه خاصه ما يبقاش لها بنود جوه اللائحه العامه بشوف ان من اسهل الحاجات ان انت تعمل لائحه عامه ليها ولائحه خاصه ليها بتاعتها فيها مكافاتها فيها شغلها فيها كل حاجه وتكون منفصله تماما عن لائحه رابطه الانديه ولكن فيما يخص بقى رايي انا انا بشوف النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا يوم 31 مارس قدام الهلال السوداني النادي الاهلي بيحاول وبنحاول ان احنا نخلي مباراة يوم واحد لان طبعا في عندنا لعيبه موجوده في المنتخب الاول ولعيبه في المنتخب الاولمبي بجانب المحترفين كمان بيرسي وعلي معلول وديانج وكمان انا سامع ان بيرستاو هيكون في ليبيريا والطيران قصه ازمه برضه عشان توصل لمصر فانت عندك حاجات كتير جدا محتاج تكاتف محتاج ان كل حاجه ممكن تمشي بالتنسيق ايه المشكله لو مباراه النادي الاهلي تاجلت ايه المشكله لو مباراه النادي الاهلي كانت قبل كده يعني كانت ممكن 25 او 26 24 او 25 ما تبقاش يوم 27 خاصه انها قبل 3 او 4 ايام بس من مباراه الهلال النهارده شفنا مباراه الهلال لكن النادي الاهلي كان طالب التأجيل. التاجيل التاجيل اه النهارده شفنا كمان الهلال السوداني بيتاجلوا مباراتين اهلي شندي ومباراه ثانيه في الدوري السوداني يعني في دعم اكيد للهلال فانا اتمنى بصراحه ان كان الموضوع يكون فيه تسهيل اكتر بكده خاصه النادي الاهلي هو المنافس دلوقتي هو وبيراميدز في بطوله في بطولات افريقيا الاهلي هو المباشر في دوري ابطال افريقيا وهو اللي مكمل وعنده فرصه كبيره جدا انه هو يتاهل فانا كنت بشوف ان لابد ان يكون فيه يعني تنسيق بشكل اكبر ويكون فيه راي بشكل اكبر ممكن كانت المباراه تتاجل انا بشوفها كانت هيبقى شيء طبيعي جدا مجدي اسمع رايك برضو في هذا الاطار يعني انا رد ردي انه آم تمام آم احيانا بتبقى الانديه يعني ظروفها مش زي بعضها الاهلي بيكمل في مشوار يعني بيكمل في مشوار افريقيا واللي المفروض ان الجدوله دي واضحه لكل المؤسسات المشرفه على الرياضه في مصر من البدايه عارفين ان في ماتش في الجوله السادسه هيكون حاسم او مش هيكون حاسم مش دي القصه انت بتفترض دايما كمنظم اسوا الفروض ان انا هس... الماتش ده هيكون مصيري بالنسبه للاهلي في الجوله السادسه وانه مش هيحسم تاهله من الخمسه او من الرابعه المفروض تفترض ده علشان لما تيجي تجدول تحط ماتش يوم 27 تبقى عارف ومتاكد ان في معسكر دولي اولا في الموقف ده وانه في ماتش مهم جدا للاهلي في الجوله السادسه في دوري ابطال افريقيا هيكون في الوقت ده، انت لما تيجي تجدول افترض المشكله. انت لازم تفترض المشكله بما انك المنظم. انت ما تسيبش ما الانديه التي يتم تنظيمها داخل البطوله هي اللي يعني تفترض لك المشكله وتحل لك المشكله، مش دي وظيفتي انا يعني انا كنادي مشارك في البطوله مش وظيفتي خالص انا المفروض انت تراعي ان عندي سبعه ثمان لعيبه دوليين. من 14 15 لاعب دولي منهم سبعه ثمانيه صف اول في منتخباتهم هيسافروا في بلدان مختلفه. النقطه اللي بيتكلم فيها جي نقطه الدعم للهلال اللي بتتم في السودان ده بيتم من شهر عشرة بيتم من شهر اكتوبر الهلال ما خدش مباراه محليه ما, ما, ما خدش مباراه محليه خد بطوله البطوله العربيه بارادته الكامله علشان كان ليه غرض من المشاركه في البطوله ولكن الدعم ده انا مش طالب انه يبقى على نفس الطريقه جدولنا غير جدولهم الجدول مش ممتاز بس على الاقل ما تخلقليش افخاخ في الوقت ده ما تحطليش فخ يبوظ الدنيا يعني الماتش 27 ماتش المقاولين اه يعني انت انت حاطط لي فخ تمام انا تعلم انا من حقي اعترض على الجدوله انا من حقي اقول لك ان ده مش مناسب ليا انا من حقي اطلب الدعم اكتر من كده حاجه اقول لك يا عم اصل اللائحه ما فيهاش المهم الاهم من شيء ان التنسيق ما يجيش مني التنسيق في البدايه خالص يتقال انه النادي ده عنده ماتش فلاني في البطوله الفلانيه فانا كده كده واقف معاك انا اللي منسق انا يعني في الطرفين دول مش متساويين في واحد بينظم وفي واحد بينظم <applause> اللي بينظم هو اللي المفروض ينظم لمن ينظم بس هي دي يعني كل واحد يبقى في الدور بتاعه لان تنسيق البطوله مهمه الرابطه انا بشوف انه الاهلي حقه تماما يعني يشارك او لا يشارك في البطوله انا ده وجهه يعني نظري حتى الان خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال هذه الفتره لانه هو النادي الاهلي طلب التاجيل ولكن حتى الان يعني ما يتقل يتقل لا, لا فمطلوب عادي جدا أنا اقول انا مش هشارك مع المشكله انا عشان 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 كنت بسال هل في حاجه رسمي وصلت النادي انا ما انا ما لا بس الردود يعني. اللي جايه كلها من الرابطه النهارده فيرم خالص انه لا مفيش تاجيل يعني مش لا هنناقش لا مفيش تاجيل اوكي فتمام انت كلام مصمم على جدوله الماتش في اليوم ده أوكي. فانت ما رد الفعل الثاني بما ان مفيش لوائح منظمه للبطوله بشكل فردي بشكل واضح لبطوله الرابطه ما تحطهاليش يعني ضمن لائحه الدوري وتقول لي ده البطوله واحده هي بتتنظم مع الدوري هي بتنظم بالفرق الدوري لا بتتنظم بالفرق فرق يعني هي افرق الدوري بس بطريقه تانية في جدوله تانية في وقت توقف آآ آآ دولي درجه ثانيه او بالظبط وفي, وفي توقف دولي, دولي في توقف يعني. دولي اساسا الدوريات واقفه في العالم كله فانت أوكي. ما تحكمنيش بلائحه بطوله مش نظامية في الوقت ده بس حط لها لايحة من البداية نقر عليها وقولي انك هتجدولي في وقت التوقف الدولي وساعتها اوافق أو, وافق او لا او لا اوافق وتقولي ان قبل الماتش الاخير ليك في دوري ابطال افريقيا هتلعب قبلها باربع ايام وقولي كل ده وتمام لو وافقت ساعتها لو كل الفرق وافقت ساعتها تمام احنا ملتزمين بقى بالكلام ده ولكن انه ماتش يعني انا بسميه ماتش شيطاني كده يتخلق علشان بس يعني انا انا بقول يعني بنفترض حسن النيه انه كان عدم تنسيق ان ده كان عدم تنسيق كان من الضروري يكون في تنسيق ولكن خلينا ما يعني لو ما افترضناش حسن النيه نقول ان في تقصير بقى خلينا نقول ان في تقصير في التنسيق ليه انت بتلعب فرق اخرى هتلعب يوم 2 ابريل ما مش فرق اخرى هو فيوتشر و بيراميدز والزمالك اعتقد بس الزمالك خرج خرج لكن انا بتكلم هنا عن الفرق اللي موجوده طب انت ممكن كنت حتى لو وتلعب بدري شويه مثلا او لو انت الأول. عايز تلعب المباراه وانت شايف انه انا عارف و... ولكن مره اخرى بس عشان ما حدش يقول لي لا النادي الاهلي طلب تاجيل, تأجيل هذه ده المباراه ده الطلب الرسمي للنادي الاهلي اه ده اللي اتبعت فعلا الرابطه طلب تاجيل المباراه ولو يعني يعني كانت الردود جت النهارده لكل من سال الرابطه انه آه سيتم مناقشه طلب الاهلي كان يعني رد فعل الاهلي مختلف ممكن كم. يكون اسهل من كده ولكن لو 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 الاجابه لا مش هنأجل خلاص الموضوع انتهى يعني هو بيقول لك بيرمي لك كوره في ملعب بس قرار النادي الاهلي اه بالظبط لا يعني عموما خلينا ننتظر ماذا سيكون قرار النادي الاهلي خلال يعني الساعات القليله القادمه لغايه لما نرى ماذا سيحدث في هذا الامر يعني لو عندك برضو كواليس اللقاء الاول ما بين فيتوريا وكهربا الزخم الكبير على كهربا وبسم الله ما شاء الله نمسك الخشب واحد من افضل اللاعبين في مصر خلال هذه الفتره لا في كلام كتير يا كابتن هو راجل معجب بيه جدا جدا وراجل يمكن كان في المؤتمر رد وقال هو كهربا ابهرني في الماتشات الاخيره للنادي الاهلي وان هو لعيب بيجيد التحركات عايز اقول النهارده كهربا يمكن حتى صفحه الاتحاد الرسميه نزلت الصور باستقبال اللاعبين يمكن كانت ابرز صورتين هما كهربا يعني صورتين كهربا هو الراجل كمان لامس قوي ان كهربا يعني الناس حابه ان هو موجود في المنتخب وفيتوريا بيعرف يتعامل وانا دايما مع حضرتك بقولك لك فيتوريا عارف يتعامل المديرين الفنيين وبيخطط التعامل الخارجي بالزبط. مع الناس حتى الان بالظبط عارف يتعامل وعارف حتى كمان يختار قائمه في كل حاجه الحقيقه بالظبط ادي الصور هو الراجل الراجل كابتن كان حريص ان هو يتكلم معايا يقول له ان انت لعيب كويس وان انا بتفرج عليك من بدري وان انا مش جايبك علشان انت جبت ثلاثة اهداف في القطن انا بتابعك من اول ما انت شاركت مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت وانا عيني عليك وكمان اتكلم مع ان المحلة ده بتاع منتخب مصر الفتره اللي فاتت كان مجهز عدد كبير جدا من الاسماء اللي هي في السن يا كابتن من 20 ل 30 سنه في في ال10 سنين دول هو الراجل دايما بيحاول انه يبقى اكبر كم عنده من اللاعبين من 20 ل 25 ودي شايفينها في صبحي وفي مروان عطيه وفي هشام صلاح ومحمد حمد انا كبير جدا من اللاعبين واللاعبين برضو اللي موجودين من 25 ل 30 يكونوا لاعبين في فورمه كويسه جدا ويكون عندهم كمان خبرات دوليه لعبوا قبل كده في منتخب مصر طبعا كهربا من اللعيبه اللي انضمت للمنتخب من زمان جدا من 2013 ل 2014 فعنده خبرات دوليه مش هيجي وقت كبير جدا عقبال ما يدخل في التيم يعني بالظبط فده اللي النهارده اتكلم معاه فيه وقال له انا بثق فيك جدا في امكانياتك كمان كهربا كابتن هيبقى حل سحري بالنسبه لفيتوريا فيتوريا داخل المباراتين قدام ملاوي عنده غياب لتريزيجيه طبيعي في المكان ده بيلعب برموش طبيعي في المكان ده ممكن تدي لزيزو طبيعي في المكان ده تدي كمان لكهربا خاصه ان مركز المهاجم يمكن شبه محسوم من مصطفى, مصطفى محمد, محمد. والراجل طريقته في اللعب حته العرضيات حته ان صلاح يدخل كمان كتاني جنب مصطفى فدي ممكن تحرر كهربا بشكل كبير جدا لو شارك في المباراه كمان هتحرر عبر لو شارك في المباراه فكهربا اكيد هياخد في المباراتين يمكن كمان النهارده المعسكر كان في اول تمرين لمنتخب مصر النهارده كان حضروا طبعا لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك وحضر من المحترفين طارق حامد وحضر كمان عمر مرموش بكره لعيبه بيراميدز كمان هيحضروا عايز اقول النهارده فيتوريا اتكلم مع اللعيبه كلها ان هو بالنسبه له ماتشين ملاوي هم اهم ماتشين في التصفيات لان ست النقاط هيهلوه خلاص هيبقى عنده بقى المعسكر الجاي في سته الراجل طالب فيه ماتشات اوروبيه عنده في تسعه طالب ماتشات اوروبيه لانه عاوز يعلى بالتصنيف قبل أمام افريقيا مع وزاله بالتصنيف قبل تصفيات كاس العالم اللي جاي فالراجل بيفكر وده التمرين حتى النهارده محمد الشناوي عاوز يقول كابتن النهارده شارك حارس المنتخب الاولمبي محمد احمد اسمه محمد احمد وتقريبا شهرته سيعه بيلعب في نادي المولين العرب هو حارس المنتخب الاولمبي فيتوريا النهارده استعان بيه عشان يبقى موجود كثالث معهم لان احمد الشناوي طبعا مع بيراميدز كانوا بيلعبوا مع الجيش الملك المغربي فهو الراجل بصراحه بيحضر دايما بشكل كويس والراجل عنده رغبه في التطوير وكمان انا كان عاجبني جدا في المؤتمر الصحفي لما اتكلم على ابرز المشاكل اللي بتواجه الكره المصريه اتكلم على التخطيط اتكلم على الملاعب اتكلم على الناشئين اتكلم على كل حاجه وده يقول لك قد الكلام اللي احنا قلناه يا كابتن ان هو بيحط القطط لاتحاد الكره المصري برضه مجدي يعني كهربا بيؤدي بشكل رائع جدا والحقيقه اللي عجبني فيتوريا عدم نظره لاي حسابات بمعنى ان انا شايفك كويس جدا إيه انا انا الاول عايز اتكلم عن كهربا في نقطه ان ربنا يعني صارف له حاجتين قبول يعني قبول وتوفيق يعني ربنا مديله انه انه لما بيكون موفق بيكون موفق قوي انا من يعني يمكن كل ده شعور تشاركه وكل حد شاف ماتش القطن انا من اول عشر دقائق حسيت ان كهربا يجيب جونين ثلاثه باين قوي باين باين قوي انه مختلف في نقطه مهمه جدا يا كابتن تحركاته فعلا جوه ال 18 اه تحركاته جوه ال 18, 18. الاجوان دي تبان تبان لناس ثانيه مقشره بس هي القصه ان انا بحط نفسي دايما بره الاوفسايد بتحرك كويس بتحرك ورا الديفنس ببقى ما بجري في المنطقه اه ببقى بجري والكره بتتلعب كره قفشه مثلا الجول الاولاني هو مقدر ان قفشه ممكن يعرض او ما يعرضش فهيعمل الفولو فولو وضامن انه مش اوفسايد هي دي الحاجات مثلا اللي كانت بتخلي ناس بتتكلم على جوان حسام حسن وعماد متعب احيانا ان اجوان سهله انا مش بقارن طبعا بس بقول ان هي هي دي احيانا بتبان ان نقطه القوه في اللعيبه الحاجه دي مفتقداها مصر كلها مصر كلها في اللعيبه المحليين مفتقده مش بس المهاجم اللي بيعمل ده ومش بس لا مفتقده ان يجي لعيب بيلعب في الثلاث مراكز الهجوميه بحريه وبيعمل لك ده اللي هو المهاجمين احمد بيصعبوا على نفسهم يعني كاس ان المهاجم مصعب قوي على نفسه يسجل اهداف يعني مصعب الموضوع قوي يمكن كلامه بحل ده وحتى تكمل كلامك بتوريا اول ما قال سيرته في المؤتمر اتكلم عن تحركاته قال انا بشوف لعيب تحركاته بالزبط. ممتازه كلها داخل منطقه الجزاء بيعرف يتحرك في كل مكان بيبقى خطير ونقطه ال يعني كهربا كمان لما بيعمل ده او بيتالق هو يعني عنده زخم جماهيري مش بس الأهل الصراحه يعني اه طبعا جمهور الاهلي اهم ده ليه في الوقت ده ولكن عموما كهربا لاعب محبوب محبوب بغض النظر ان في حاجات كتير احيانا عطلته او شتت تركيزه ولكن هو لانه الناس بتشوف في الخامه المختلفه دايما ما يدعو للتفاؤل هو خامه مختلف من زمان من كهرباء من ساعه لما احترف وهو عنده 18 سنه وكل الناس في مصر عارفه ان ده من اهم اللعيبه الواعدين بعد كده لما كل تجاربه الاحترافيه على كل الصخب اللي كان فيها كانت تجارب ناجحه مر بصخب كتير جدا بس كلها كانت تجارب ناجحه في اتحاد جده حتى لما كان في جراند سوبرز في الدوري البلجيكي كل في الدوري السويسري كل تجاربه كانت تجارب ناجحه فانا شايف إن يعني ان شاء الله المشكله تخلص على خير ان شاء الله في اقرب وقت بس هو مشكله المشكله اللي مع نادي الزمالك وكده بس هو يركز بقى في التراك اللي هو ماشي فيه ده التراك ده بتاع يعني بتاع لعيب مش التراك تاني اه ده لعيب منتج انا يعني التراك التاني مش اه اللعيب المنتج بالشكل ده احنا نتكلم هيبقى مفيد لكله بكله 10 اهداف ببصدق. بست ببصدق. مساهمات عامل 16 مساهمه في وقت قياسي جدا رقم كبير لو في 10 11 ماتش اه بتتكلم في 10 11 ماتش ما لعبش كتير منهم اساسي دايما بيبقى نازل فت الحاجه دي تقول لك بيتدرب أو ازاي الماتشات اللي بيلعب اللي بيجيب فيها وبيساهم وبيسا... فيها كلها ماتشات رائعه مهمه جدا او كبيره مهمه يعني ب... النقطه المهمه انه يغيب ماتشين ثلاثه ويرجع فت حضرتك لعيب كبير وعارف ان مش اي حد يعمل ده لا لا صعب اتنين ثلاثه يرجع فت دي ان ما يلعبش دقائق كامله لا, لا. صحيح. يعني لازم تاخد ثلاث ماتشات عشان دايما تنزل الرابع تبقى فتاة وإنما انما قصه ان انت راجع اولا من من ست سبع شهور ما بتلعبش وتنزل ماتش سموحه, سموحة بتسجل تجيب جون وتعمل أسست وتلعب ماتش بدنيا قوي تروح كاس العالم للانديه تبقى من اهم العناصر بدنيا تلعب في افريقيا تجيب ثلاث اجوان وكل الفترات دي مش فترات مب... فترات متباعده بينها وبين بعض فده بيقول انك بتتدرب كويس نتمنى كهربا يفضل ماشي في التراك المنتج ده لان التراك ده هو ده اللي بتعترف بيه جماهير الاهلي الكره المصريه كهربا يعيد اكتشاف نفسه تقرير هام جدا عن كهربا ونرجع نكمل جمال برضو كنت عايز اسالك عن هل فيتوريا كان عايز يضم لعيبه تانية وفي وف اخر لحظه ما ضمهاش خلي بالك فينا يا كابتن ان هو كان عنده الفتره اللي فاتت يمكن فيتوريا دايما بقول عليه انه كان محظوظ ان هو لما تولى قياده منتخب مصر ما كانش فيه ماتشات رسميه فقدر ياخد بسرعه على الاجواء وقدر يعرف الدنيا ماشيه ازاي واللعيبه ويتفرج باكتر ما يعني اكتر ما يعني من كارلوس كيروش كمان لانه كان جه في وقت صعب جدا فلعب ماتش نايجر ولايبيريا في ماتشات وداف اسكندريه فكان عنده بيجيب قائمه كبيره جدا ثم مباراه بلجيكا كمان كان جايب قائمه كبيره ولو تفتكر قسمها الماتشين وهكذا فلما جه الماتش ده هو كان في بعض اللاعبين في الدوري المصري كان عاوزه في ناس الاصابه حرمته زي حسين الشحات انا عارف ان حسين شارك مباراه القط ولكن انا باكد لك ان كان الجهاز الفني يكلم حسين الشحات وان انت موجود معانا في الفتره اللي كان بعد مباراه صن داونز 2-2 ولكن طبعا حسين كانت الاصابه غيبته فالراجل ما حبش ان هو يكون حسين كمان موجود لان حسين لسه برده مش اللي هو الفيت 100% كمان محمود متولي الاصابه كمان حرمته <applause> لان <اللي تصفيق> متولي كان موجود كمان في معسكر فيتوريا ويمكن ده مش المره الاولى لمحمود متولي إن يتصاب لما راح برده مع فيتوريا في معسكر بلجيكا اتصاب في اه اول تمرين ليه في استاد القاهره كمان اللاعيب التال نفسه يشوفه وبرده عمرو السولايبي بيصادف سوء حظ كبير جدا انه لما بيرجع بيكون يا اما قائمه اتعلنت يا اما بيصاب بيصاب قبل القايمه يمكن الثلاث لعيبه دول من النادي الاهلي اللي كانوا هيكونوا موجودين يعني كنا النادي الاهلي هيبقى 10 اه كان عنده لعيبه كبيره جدا في المنتخب كمان يا كابتن اللعيب يمكن اللي من بره كان احمد الشيخ لاعب فريق غزل المحله هداف الدوري يمكن الشيخ كمان كان اتبلغ كده بشكل شبه يعني ودي ان هو هيكون موجود في المعسكر بس طبعا الراجل فضل انه يكون موجود احمد عبد القادر موجود في الحته دي لانه برضه عبد القادر منافساته اعلى والراجل دايما بيتكلم مع الجهاز الفني انا عارف ان ده لعيب كويس وفي لعيبه كتير كويس بس ده لعيب بينافس في مستوى كاس عالم بينافس دورة بطالة افريقيا فعنده القدره لما يدخل في المجموعه على طول هيقدر ان هو يأدي كمان اللي انا اعرفه ان الراجل طبعا يمكن اللعيب الوحيد اللي كان بره حساباته تماما طوال الشهر اللي فات وما كانش بيفكر هو كان عواد، ما كانش بيفكر في ضمه، هو الراجل كان حاسم قراره بصبحي، لو تفتكر في المعسكرات اللي فاتت كان عنده الشناوي واحمد وطبعا محمد صبحي وكمان عواد، وكان دايما بيخرج صبحي في الاخر كده قبل المباراه الوديه، ولكن هو الراجل من قبل ما صبحي ياخد على طول وكان مقرر انه الحارس التالت يكون شاب صغير، يكون موجود بقى محمد الشناوي واحمد الشناوي. حاجة برضو الناس كلها بتتكلم فيها وأنا عايز أحسمها قصة الحارس الأول لمنتخب مصر أنا بقول لك الحارس الأول منتخب مصر سيظل محمد الشناوي والراجل ما تهزش خالص فيتوريا والراجل شايف إن الشناوي هو اللي موجود كحارس أساسي في منتخب مصر والنهارده كان في جلسات كتير جدا مع كل اللاعبين وبيتكلم معاهم بكل أريحية إن أنتوا إن إحنا زي ما إحنا وإن إحنا قوام واحد وإن إحنا منفصلين تماما عن أي نتائج تانية وكمان برضو من ال من من حاجات اللي فيتوريا إن فيتوريا بيدي لكل لعيب أخطائه في الفترة اللي فاتت كلها في الدوري عشان يتفرج عليها ويحاول ان هو يتخطاها كمان بيتكلم في قصه طبعا المباراه الاولى هتكون في استاد الدفاع الجو ان شاء الله خلاص بشكل مؤكد بحضور 20 الف باذن الله يكونوا بيساندوا المنتخب مصر الراجل مش هيجري كتير جدا تغييرات على التشكيل التشكيل يمكن شبه ثابت اه تاني يوم تاني يوم صلح. اه يمكن التشكيل يبقى شبه ثابت المحترفين بشكل اكبر صلاح ان شاء الله برده بنسبه كبيره جدا هيكون موجود بكره في التمرين فانا بشوف ان المنتخب ماشي على خطه كويسه بس اتمنى ان النتائج تبقى اميز بقى من الفتره اللي فاتت يكون فيه اهداف اكتر يكون فيه فعاليه اكتر بشكل هجوم اخر استعدادات المنتخب مجدي لمنتخب مصر الاول يعني لهذه المباراه وتشرح لنا برضو ملاوي بالنسبه لظروف ملاوي ايه يعني المجموعه طبعا اتعقدت بالفوز أثيوبيا على مصر طبعا احنا يعني مش احنا مش حابين نفكر الناس ان احنا في المركز الاخير في المجموعه احنا الوحيدين اللي رصدنا التهديف بالسالب محتاجين ناخد الست نقط دول نعلى التمن نعلى ال 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 تسعه نقط على الاقل تضمن مركز اول وثاني على الاقل تدخل التوقف اللي جاي بتاع سبتمبر في يونيو مرتاح وتخلص في سبتمبر الملاوي من المنتخبات اللي عندها محترفين كتير جوه القاره الافريقيه دلوقتي يعني جوه القاره الافريقيه ما يعني ما عادش الدنيا محليا قوي فبيلعبوا كتير منهم ثلاثه اربعه بيلعبوا في اورلاندو بايرتس وسان داونز والانديه دي وكتير منهم بيلعب في دوريات شمال افريقيا ومنهم ناس بتلعب في دوريات افريقيا جنوب الصحراء زي ما بيتقال يعني ف والمنتخب متطور واحده واحده ولكن انا بشوف ان احنا يعني في الحاله المظبوطه المفروض نكسب مستريح بسكور كبير خلينا على الاقل ندخل كمان ماتش العوده الماتش هيبقى الساعه 3 العصر هيبقى في اجواء معقده ممكن يبقى درجه الحراره عاليه رطوبه في لعيبه هتبقى صايم صايمة. كمان صايم آه آه. معظمها اكيد هيبقى صايم في الوقت دوت والراجل مش عايز يتدخل في نقطه الصيام, والافطار بشكل واضح وفقا للي بيتقال لنا ولكن هو ميكالي قالوها اه مالناش دعوه بالمساله دي تمام اللعبة دي محترفه على قدر كبير من الاحترافيه عارفين هيدونا ولا لا واللي هنحس ان هو مش هيدينا نطلع هو نطلعه ونطلعه من حساباتنا بدري أي كان بقى هو واكل ولا مش واكل مش دي النقطه يعني لان هم بيعرفين خصوصيه الـ الشهر عند الـ عند الـ عند اللعيبه عند المسلمين بشكل يعني المسلم عام مش شايف ان في احتمال ان شاء الله ان تحصل يعني مفاجات شايف ان الامور ماشيه باستقرار جيد الحمد لله بقى لنا شويه اللي الراجل بيطلبه بيلاقيه جدوله مظبوطه الى حد الان المحترفين اللي جايين انا شايف ان هم القوامه اه حابين يوصلوا وحابين فكره الراجل في اجواء عامه بين اللعيبه يا كابتن انه الراجل ده لازم يكمل تجربته على المدى الطويل وان اللعيبه الكبيره في منتخب مصر لامسين قوه شخصيته وفرضها على المنظومه كلها والنقطه دي مهمه جدا والنقطه دي كانت النقطه اللي محببه كل اللعيبه دي في كارلوس كيروش لان الجيل ده من اللعيبه ما شافش غير كوبر كيروش وفيتوريا دلوقتي اللي فعلا قدروا يفرضوا سياساتهم على منتخب مصر وعلى المنظومه الـ الـ الرياضية بشكل في مصر ما ده اللي انا بقوله لان يعني ده مش مرضي للاعيبه زي يعني لعيب زي صلاح هو مش مش را... يعني بوضوح هو ده اعلن صراحه من كذا مره انه مش راضي حتى عن حاجات كتيره تخص تخص التشجيع وتخص التنظيم وتخص تخص كل حاجه في الكره المصريه فواحد زي صلاح ده محتاج فعلا سيستم اقعد اقنع واحد زي صلاح ده بمشروع اقعد اقنعه ان المنتخب خلال فتره كذا هيبقى في كذا وكذا وكذا متعاقد مع فيتوريا لمده اربع سنين بالظبط هو يعني بالزبط. المهم جدا ان فيتوريا تقيم مشروعه كاملا متكاملا الرياضه المصريه مش ناقصه يعني بمنتهى الوضوح مش ناقصين تراجع احنا <applause> احنا بنرجع عن كل الناس دلوقتي انت الهدف المرحلي اللي الراجل ده حطه والكره المصريه المفروض تحطه ان احنا نرجع تاني على الاقل لما بنبقى في تصفيات نبقى في اول خمسه في القاره مستريح في اول ثلاث مراكز بحيث لو حصل <applause> خلاص خلي بالك كمان بعد تغيير نظام كاس العالم اصبحت الامور فرص اكبر بشكل كبير تسع مراكز ونص 10 11 ولا 9 9 ونص اعتقد آه. بس برضه عايز ازود معاك هيفرق معاك التصنيف جدا برضه جوه جوه التصفيات نفسها يعني جوه التصفيات نفسها هيفرق جدا النظام عايز ازود عليك برضه يا احمد فيما يخص بلاوي ملاوي برضه يا كابتن من كتر التطور اللي فيه هم عاوزين حاجه تكون شبيهه لمصر عملوا معسكر في السعوديه قبل ما يجوا هنا ان شاء الله عشان يلعبوا منتخب مصر وكسبوا اعتقد 8 0 او 7 0 فريق في السعوديه يعني هم برضو عندهم الرغبه ان هم يوصلوا ان كل الفرص دلوقتي في المجموعه زي ما انت قلت يا احمد ان هي نقاط فكله حابب انه يصعد اثيوبيا سواء غينيا سواء مصر سواء كله عايز يصعد طبعا بالزبط. طيب بالنسبه للمنتخب الاولمبي اخبار المنتخب الاولمبي ايه وصلنا لغايه فين؟ منتخب قوي الحقيقه منتخب زامبيا اللي هتلاعبه واحد من اكبر واهم المنتخبات في الاعمار السنيه المختلفه الحقيقه زامبيا وكان هو بطل النسخة الماضية على ما أتذكر أو اللي قبلها بص يا كابتن اكيد خلينا متفقين ان منتخب مصر الاولمبي هو المفترض ان هو المستقبل للكره المصريه فمش حابين ان هو يخرج بدري بدري زي منتخب الناشئين وزي منتخب الشباب اللي للاسف برضو ما وصلوش للمنافسات اللي المفروض يوصلوا لها. النهارده كان المعسكر بدا برضو بتاع روجيرو ميكالي المدير الفني منتخب مصر الاولمبي بدا النهارده لا بدا و... كاملا هو بدا من يوم 15 بالظبط بدا بقى خلاص بشكل كبير بقى العناصر بقى, بقى ده انضمت كل... لعيبه كل... الاهلي والزمالك وكل اللاعبين والراجل يمكن ضم برضه محترف زي ما قلنا عليه كده مصطفى اشرف لاعب بروسيا من باخ واللي كان شارك مرات السودان يمكن ملعب السودان والديان 1-0 بالصف الثاني يمكن مش الصف الاولاني للمنتخب اللعيبه اللي هو محتاج ان هو يشوفهم برضو على ارض أه الواقع طبعا. في الماتشات اه بالظبط وميسي طبعا كان سجل هو الهدف لصالح منتخب مصر الاولمبي يمكن هيسافر على طياره خاصه واحنا كنا طالبنا في الحلقه اللي فاتت ان لابد من توفير كل شيء يخص للمنتخب مصر الاولمبي والنهارده كان ميكالي وكابتن بركات شكروا طبعا الوزير طبعا الدكتور اشرف صبحي شكروه النهارده على ان هو يعني وفر لهم طياره خاصه للسفر يمكن الـ الـ البعثة هيكون رئيسها اللواء حلمه مشهور عضو اداره اتحاد الكوره وهيكون مشرف العام على المنتخب كابتن بركات برده مسافر معاه فانا بشوف ان المنتخب ده لازم دعم كبير جدا شو ليه هتكلم انا في النقطه دي بعدين بالظبط انا فاهم في... المنتخب الاولمبي يعدي ال10 تيام لازم لازم واحنا احنا اتكلمنا كتير جدا على سلبيات تخص لا الفترات لا 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 الاعداد بتاعه وعلى كمان على عدم استدعاء محترفين كتير يمكن كانوا صحيح. صغارين في السن بس ده انا مش قادر احمله الجهاز الفني انا حمله اتحاد الكوره لان انا اتذكر جيدا ان احنا اتاخرنا جدا في قصه الاعلان عن جهاز فني يقود منتخب مصر الاولمبي اتحاد الكوره اول ما جه كان قرر رحيل كابتن شاوي غريب وقعد فتره كبيره كده ما يتمش التعاقد مع جهاز فني فالفتره دي اكيد اثرت علينا في معسكرات كنا احنا محتاجينها ولكن هو ميكالي عامل شغل كويس الحقيقه اه عامل شغل كويس وخلي بقى برضه يا كابتن يمكن هو اختار عدد كبير جدا من اللاعبين هيصفوا كلهم ل 25 لاعب يسافروا زامبيا مش هيسافر بال 32 لعيبه هو هيسافر ب 25 لعيب بس بس هو خد مساحه بحيث ان يبقى فيه لو لعيب اتصاب او لو لعيب لا قدر الله حصل حاجة. حاجه فهو عايز يسافر ب 25 لعيب يمكن مباراتين زامبيا انا بشوف ان لازم منتخب مصر اولمبيا يتغلب على الازمه الكبيره اللي عنده وهي ازمه اهدار الفرص نفس الازمه اللي حذرت منها في مباريات منتخب مصر للشباب يمكن انا بتابع ممكن حتى الماتشات الوديه ما كانش فرص, في فرص أصلاً. انا بكلم كابتن بيروح بس بالظبط على الوديات الوديات كان منتخب مصر الشباب ما بيوصلش وما بيعرفش يسجل هدف في منتخب الاولمبي الاولمبي عنده مشكله في اداره الفرص اتمني اتمني يكون في شغل عليها طيب. لان هي دي اللي هتقدر تخليك تتاهل زامبيا منتخب قوي احمد عنده مجموعه لاعبين محترفين جيدين خارج القاره كمان وبالتالي انا بشوف ان احنا عندنا مباراه صعبه جدا مباراه صعبه زامبيا من اقوى المنتخبات الاولمبيه الافريقيه <applause> وزامبيا من المنتخبات من البلدان اللي بتخطط كويس جدا لكره القدم واللي استثمرت فوزها بكاس الامم الافريقيه في في وثلاثة 2013 بشكل كبير منتخب الاولمبي اللي كسب مصر في, في كاس الامم الافريقيه اتذكر 2018 2019 منتخب الشباب بتاع مصطفى محمد و هطل. وكريم نيدفيد المنتخب ده خد البطوله وكان في ضاقه داكا ده دا خد احسن لاعب في افريقيا لا شاب لا شاب لا ايه لا اه لا احسن لاعب شاب في افريقيا على الاطلاق في السنه دي من طلع من منتخب زامبيا الاولمبي عندنا ماتش صعب بس انا شايف انه ماتش السودان وان كانت النتيجه 1-0 برده مش الحاجه مش العرض المبهر ولكن لا المنتخب ده كان واقف <applause> على رجلي كويس انا انا حسيت ان في سيستم بجد <applause> المنتخب ده تاني كنت بقول على مصطفى اشرف مصطفى اشرف الناس بتتكلم بقالها سنه ونص تقريبا من ساعه لما التحق رسميا بالفريق الرديف لبروسيا مونشن جرباخ ولما احنا نقول بروسيا مونشن يعني فريق رديف لبروسيا مونشن جرباخ ارجو ان الناس تفهم الكلمه يعني ان الناس تفهم ان ده من الانديه الكبيره جدا في المانيا في يعني من البيج فور غالبا في البوندسليجا فالعيب خلاص بينه وبين الفريق الاول خطوة خطوة واحدة آه. لعيب مولود هنا اصلا يعني مش 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 من مش مغترب مثلا وعاش طول عمره لا هو مولود هنا ما, ما لعبش كتير في الاندية دي في اندية مصر يعني بس عرف يوصل لده هناك وشفنا الفرق ال ال يعني مش عايز اقول بينه وبين مصر بقول انه في خامة كويسة جدا عايزة تمثل مصر زي مصطفى اشرف لعب الشوط الثاني في ماتش ماتش السودان انا شفت منه لمحة من لمحات كابتن حسام غالي شايف ان دي كلها بوادر جيده، بتفق مع جيمي في ماتش السودان بالذات كان فيه فرص مهدره كتير، نتمنى ان شاء الله ان هي إيه ما تاثرش على حظوظ المنتخب في ماتش يا زيادة. رب ان شاء الله ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول ومنتخب الاولمبي في المباريات القادمه، عندنا 10 ايام صعبه جدا سواء المنتخب الاول ثم المنتخب الاولمبي، ان شاء الله بعد كده النادي الاهلي انا بشكرك جدا شكرا, جداً جداً على معنا. شكراً جزيلا يا احمد كبت. على تواجدك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا هسيب حضراتكم دلوقتي في مفاجاتنا النهارده، مفاجاه لكل ام مصريه عندنا لجنة ذوي الهمم الخاصة في النادي الأهلي عملت أغنية بسيطة كده لكل أم بتقول لها كل سنة بيقولوا لها كل سنة وانتي طيبة لكل أم مصرية شكرا لكل او للجنه ذوي الهمم اللي موجوده في النادي الاهلي لجنه عامله شغل رائع جدا جدا بنشكرهم على هذه الاغنيه وبنشكر طبعا الشباب اللي شرفونا ويعني كانوا متواجدين في هذه الاغنيه وعملوا الاغنيه البسيطه دي هسيب حضراتكم مع هذه الاغنيه وكل سنه وكل ام طيبه وكل سنه ودايما حضراتكم بخير بمناسبه شهر رمضان هسيب حضراتكم مع هذه الاغنيه وان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير